العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيد ولد عدنان وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين مشاهدينا الكرام الايه التي معنا في هذا اللقاء الكريم وهي اواخر سوره التوبه الله تعالى يقول لقد جاءكم رسول أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سوره التوبه اشتملت على شده وعلى قوه ضد المنافقين وضد المناوئين المعادين لسيدنا صلى الله عليه وسلم ولاصحابه ولاله الكرام فامرت بالجهاد وامرت بالوقوف بشده في وجه هؤلاء لامكان تبليغ رساله الله ونشر دينه في العالمين لما كانت هذه الصورة بهذه المكانه وهي سوره تعتبر سوره طويله لانها آه ثمانيه ارباع ونصف يعني تقارب الجزء وحدها اخذت يعني معظم الجزء التاسع وأول الجزء العاشر اشتملت على هذه الآيات القوية ولذلك سماها العلماء بالسورة الفاضحة سماها العلماء سورة التوبة وسورة الفاضحة ولها أسماء أكثر من تسعة أسماء في أوردهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أسماء سورة التوبة لما كانت بهذه الشدة وبهذه القوة أراد مولانا جل جلاله وتقدست أسماء أن يختمها برقة وأن يختمها بمنة وأن يختمها ببركة ورحمة ألا وهو التذكير ببعثته صلى الله عليه وسلم والتنويه بشأنه وبصفاته ومن أخص صفاته صلى الله عليه وسلم الرحمة والرأفة قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جاءكم انظر الى قوله تعالى لقد جاءكم المجيء الاتيان واحد جاي من بعيد كده نقول له جاء فلان اتى هنا مستعار كان بعثته صلى الله عليه وسلم لم يكن احد يتوقعها ولم يكن الناس يترقبونها كالوافد الذي يجيء من بعيد في غفله من الزمان احنا قاعدين كده يعني في في صمت في هدوء فجاه واحد دخل علينا يقول جاء فلان على غير ترقب على غير ميعاد ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم رسول جاءكم هذا الرسول بما لم تكونوا تتوقعونه او تترقبونه ايها العرب ما كان عندهم ما كان يشغل بالهم هذا مع ان كان فيهم الحنفاء وكان فيهم من كان يتطلع الى ذلك لكن هذه افراد قليله واناس معدودين اما العامه ما كانوا يترقبون ولا كانوا يعرفون قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم وانظر إلى هذه يعني البركة وهذه الكرامة من أنفسكم أيها العرب من ذاتكم قرشي مثلكم عربي ينطق العربية فصيح يتكلمها تعرفون نسبه وحسبه وصدقه وحاله وجميع شأنه وهذه بركه من الله تعالى على العرب خصوصا وللعرب ان يكون هذا النبي مصدر فخارهم ومصدر اعتزازهم فالمزيه تكمن في ان النبي الخاتم عربي واننا نتكلم لغته وان القران نزل بلغتنا هذا يحملنا على ان هذا تشريف وتكليف للقيام باعباء هذا الدين والاطلاع بهذه الرساله وتبليغها للعالمين فليس هذا العز ولا هذا الشرف يعني باعثا الا على القيام بالجد وبالبطوله نحو واجبات هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب علينا تجاهه وما يجب علينا تجاه رسالته قال لقد جاءكم رسول من انفسكم ليس لصيقا بكم العرب اما ان يكون عربيا يعني من العرب الخلص او يكون موالي او يكون لصيق أو يكون حليف سيدنا النبي لما يقول سلمان منا آل البيت لما يعني يكون واحد من الموالي وينسب إلى العرب يكون واحد من الملاصقين يكون واحد من المنتسبين لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أصل العرب فالله اصطفاه من بني هاشم واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى قريشا من كنانة واصطفى كنانة من ولد اسماعيل فهو صلى الله عليه وسلم الخيار من الخيار من الخيار من الخيار صلى الله عليه وسلم فعلى هؤلاء ان يفتخروا به وان يكون هذا مصدر عز وشرف كما قال الله وانه لذكر لك ولقومك يبقى ذكركم ويبقى شرفكم ببقائكم متمسكين بدينه معتزين برسالته صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك قال عزيز عليه ما عنتم عزيز يعز عليه اي يشق على نفسه ايها الناس عنتكم وشقاؤكم واصراركم على مخالفه امره فهو رفيق رقيق رفيق بكم مشاعره رقيقه يتاثر ويظهر عليه اثر المخالفه ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي طالما اذكره وانا اكاد احس بنبض قلبه وتردد نفسه الشريف وهو يخاطب ويقول ان ال ابي ليسوا باوليائي. حاجه غريبه شيء عجيب الناس الذين ينطقون لغتي ويعرفون نسبي ويعرفون صدقي ويعرفون نشاتي وحالي واطلعوا على الي ومالي هؤلاء ليسوا باوليائي لا يسمعون كلامي هؤلاء لا يتبعون امري ان ال ابي ليسوا باوليائي انما وليي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم ابلها ببلالها هؤلاء اقاربي رحمي وعصبي لا يسمعونني ولا يلتفتون الى رسالتي بل يقفون حجر عثره ضد تبليغ هذا الدين فاقول لكن لهم رحم الرحم من الجل فسيدنا النبي يقول لو انا حطيت الجلد في الجلد كده يطلع شرار ويسخن ويبقى فيه مشكله هذا الرحم الذي هو من الجلد انا اصب عليه الماء يبقى طري يبقى لين فانا اضع عليهم من اخلاقي ومن خصالي ومن محاسني التي كملني الله فيها الخلق والخلق كمل الله المحاسن لسيدنا صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا لذلك يقول الله عزيز عليه ما عنتم يعز عليه ايها الناس عنتكم ويشق عليه وقوفكم في وجوه رسالته وتبليغ امانه الله سبحانه وتعالى. ولذلك اكرمه الله تعالى بالشفاعه العظمى يوم القيامه هذه الشفاعه التي يقف فيها صلى الله عليه وسلم شافعا لامته كما قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي وذلك لتعجيل الحساب عليهم وشرعه صلى الله عليه وسلم وافق خلقه لما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم أخلاق عالية سامقة غالية الله أكرمه بالشرع الذي يوافق الخلق وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سيدنا النبي ما يحبش المشقة سيدنا النبي ما يحبش التعنت سيدنا النبي ما يحبش الحرج في الأمور يوم ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويكرم أمته ببعثته ولا يفرض عليهم الا كل يسير ولا يشق عليهم باي نوع من العسير قال وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل حريص عليكم حرصه اي رغبته الشديده في ان يصل الخير اليكم رؤوف رحيم صفتان مبالغتان فيهما المبالغه من الرأفه شده الرأفه وشده الرحمه فهو رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فإن آمنوا يا رسول الله فذاك وإلا فإن الله حسبك سيدنا النبي كان يعني يعز عليه ذلك والله يقول لعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن آمنوا فذاك وإلا يا رسول الله فالله كافيك وانتقل الخطاب منه صلى الله عليه وسلم خطاب كان متوجه إليه قال عزيز علي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الخطاب توجه إلى الأمة فإن تولوا فقل حسبي الله وكأن التقدير فإن توليتم عنه أيها الناس فالله حسبه والله نعم الحسب والله وكيله والله نعم الوكيل في هاتين الآيتين إشعار وتنبيه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم تنبيه الى اغتنام الفرصه واهتبالها في ان رسول الله موجود بينكم فاقتبسوا من نوره واقتبسوا من هديه الحصول على البركه والنور في زمانه اقوى من الحصول على ذلك بعد زمانه اللحظه في زمانه باضعاف اضعاف الزمان الذي ياتي من بعده وايضا فيها اشعار وتنبيه الى اقتراب اجله صلى الله عليه وسلم فالمجيء لقد جاءكم كان الناس انتظروا وصوله يوشك ان ينقضي فلان لكل وارد قفوله ولكل وارد افوله لكل وارد قفوله ولكل طالع افوله والله تعالى يشعر امته بان الزمان الذي فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خير الزمان لذا اقسم به فقال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد واله والحمد لله رب العالمين